صنع في العراق علامة تجارية تتلاشى أمام المنتج الأجنبي بسبب إغلاق المصانع والمعامل في البلاد بعد عام 2003. هسه انتم تواجدكم بنص الحي الصناعي محافظة بابل، هسه بعد جاي يشوفون هالمعامل الدبيس، معامل الطحين، معامل كذا، أغلبها قاعدة بسبب الاستيراد. اتحاد الصناعيين في البصرة كشف عن أن غياب الدعم الحكومي وفرض ضرائب كبيرة على دخول المواد الأولية تسبب بإغلاق 7000 مشروع، فأضيف آلاف العمال إلى قوائم العاطلين عن العمل، حتى وصلت نسبة البطالة إلى 32% بحسب لجنة الاقتصاد النيابية. هسه كله على حسابنا، أكياس مطبوعة، غاز، كهرباء، هسه جاي أشوف هسه الكهرباء انقطاعها مستمر 5 ساعات 6 ساعات، تجي لك نص ساعة ربع ساعة وتنقطع، شنو السبب احنا ما نعرف، هذا كله على كاهل المواطن قليل يعني، حتى اللي عنده معامل قاعد يعني شغل كلش تعبان، لا تعيينات لا شيء، حتى اللي عنده شهادة. البلدان يقاس رقيها بمقدار تخصيصاتها لمجال البحث العلمي وتقديم الدعم لصناعاتها، وهذا لا وجود له في العراق الجديد. ماكو فشي اسمه مدارة، فاحنا مع الأسف صرنا بلد مستهلك، ماكو إنتاج، نستورد 1500 مادة ونصدر مادتين هو النفط والتمر، وكل دعم للصناعة ماكو. الفساد المالي الحكومي زاحم أصحاب المعامل على أرزاقهم، وصار يطالبهم بأموال لقاء خدمات لم يقدمها لهم أصلا. يا أجلك الله وصخ، مو بلدية من تاسع المساحات تطلب لها شوف هاي الأزبال، ماكو بلدية. تجي نهاية السنة يحاسبوك على هالقد أجور مال النفايات، وهي أطلاقا ما طلب سيارة النفايات أطلاقا يعني. الصناعة في العراق بقطاعيها العام والخاص تعاني ركودا كبيرا أدى إلى إنهاء الصناعة الوطنية، فلا نعلم هل تدري الحكومة بذلك أم لا.